بسم الله الرحمن الرحيم. سيرس بسم الله الرحمن الرحيم. اليوبيعز العرب عضو اللجنه المنظمه لمهرجان فاس التراثيه والمهرجان الاول للتراث والفن العيساوي بفاس. هذا المهرجان كيجي باش يكمل العقد ديال المهرجانات التراثيه اللي كتنظمها جماعه فاس مشكوره مع شركائها، وهذه الدوره هذه الشركاء هم مقدمي الطائفات العيساويه ورؤساء الجمعيات العيساويه اللي قدموا مشروع متكامل يعني، والجماعه مشكوره احتضنت هذا المشروع وهو المهرجان الوطني للتراث والفن العيساوي. هذا المهرجان اخترت له اللجنه المنظمه شعار هو الفن العيساوي ذوق واخلاق، لما لهذه الطريقه من دور في تربيه يعني النشء والمريدين على محبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المهرجان هذا اختار شعار لهذه الدوره او مكرم لهذه الدوره اسم من رموز الفن العيساوي بمدينه فاس اللي هو الحاج الهادي بوزوبع. كذلك تم اشراك مدينه مكناس باعتبارها يعني مهد لهذا الفن العيساوي، وكذا انفتاح على طرق واحده اخرى لا تقل اهميه على الطريقه العيساويه اللي هي الطريقه الحمدوشيه، وهذا مبدا اللي خدته اللجنه المنظمه على اساس انفتاح على الطرق التراثيه اللي عندها واحد الدور كبير على مستوى يعني تهذيب الاخلاق والمحافظه على الموروث الثقافي. فهذه الدوره هذه ستشارك الطريقه الحمدوشيه في الدوره الاولى على ان شاء الله ستنفتح على مجموعه من الطرق الاخرى اللي مازال قائم منها سنتمينه، واللي اندثر او هو في طريق الاندثار سنعمل على احيائه ان شاء الله. هذه الدوره هذه ان شاء الله ستستمر على مدى 3 ايام، تفتتح اليوم من خلال حزب سبحان الدايم لحفدات الشيخ الكامل من مكناس ومشاركه الحاج سعيد القيسي على استئناف الاشغال غدا ان شاء الله بمشاركه حمدوشيه للفنان او المقدم نور الدين بنونه، وكذا مجموعه الطائفه العيساويه المكناسيه للفنان عبد الصمد هادف، على ان يختتم ان شاء الله اشغال هذا المهرجان يوم السبت بالطائفه العيساويه للركب الفيلالي المقدم محمد بن الحسن السوسي وابنائه، وكذلك سيتم تكريم هذا الهرم من هرم الطريقه العيساويه لانه يعتبر من اقدم المقدمين على مدينه فاس، وكنتمنوا له طول العمر وكنتمنوا التوفيق لهذا المهرجان. وشكرا لجميع الصحافه وشكرا لجميع من دعم هذا المهرجان من قريب او بعيد. شكرا لكم.